هنشتغل بقى يا جماعة السطر الـ14 والسطر الـ14 من ظهر الشغل، وهيبتدي 4 عدل وواحدة مقلوب في الأول، 4 عدل واحدة مقلوب، هنشتغل الاتنين دول مع بعض، بس نحاول نخرج نعمل الواحدة تبقى عدل من بره وواحدة مقلوب جوه. يعني ايه؟ يعني نشتغل اول واحدة عايزينها مقلوبة، نشوف مع بعض مقلوبة كده، لا دي نسلتها من غير شغل، نسلتها كده، وبعدين نشتغل اللي بعدها عدلة، وبعدين ناخد اللي ما اشتغلناهاش ناخدها، وبعدين نخرج دي بره ونشتغل دي عدلة، نشتغل دي مقلوبة. معلش يا جماعة، كان هو ده كده، يعني نخلي العدلة هي اللي بره واللي جوه هي التانية هي المقلوبة. بعد كده نشتغل 6 أزواج مقلوبين مع بعض كده اهو بالطريقة دي برضو، نعمل كده وناخد نقلبهم على بعض بالطريقة دي، 6 أزواج مقلوبين بالطريقة دي. وبعدين 7 زوج هنشتغلوا زي الأولين، بحيث نخرج التانية هي اللي هتبقى الناحية دي هي اللي عدلة واللي جوه هي اللي مقلوبة. هشتغل بقية 6 أزواج المقلوبين ده، هوريكو اللي هو الزوج السابع ده، هوريكو هنشتغله ازاي. بعد ما اشتغلنا يا جماعة 6 أزواج مقلوبين بالتبادل مع بعض كده، هنيجي للزوج الأخير ده هنشتغله هنشتغل دي عدلة، هنسلت دي من غير شغل، نسلتها من غير شغل كده، وبعدين نشتغل دي مقلوبة، ناخد دي اللي ما اشتغلناهاش دي نشتغلها عدلة، يعني اللي هي الأخيرة اللي هتبقى كده نخليها عدلة عشان يزيد عدد العدلين الناحية دي. وبعدين بعد كده واحدة مقلوبة، وبعدين 4 عدلين في الآخر زي الـ4 الأولانيين، دايما الـ4 في الأول وفي الآخر زي بعض، من ظهر عدلين ومن قدام مقلوبين. نيجي بعد كده للسطر الـ15، بقى السطر الـ15 مش الشغل يا جماعة، هنشتغله ان الـ4 الأولانيين مقلوبين الآخرين مقلوبين، وبعد كده واحدة عدلة اهي باينة، واحدة عدلة وواحدة مقلوبة من الآخر برضو، واحدة عدلة واحدة مقلوبة، ودول اللي في النص دول كلهم هيعتبروا 7 أزواج هنشتغلهم عدلين بالتبادل مع بعض. هنشتغل معاكم اهو، عايزين نحفظته بقى كده، هو بس يمشوا مع البطرون 4 مقلوبين دي عدلة واحدة عدلة واحدة مقلوبة، واحدة مقلوبة، بعدين دول بقى في لفة جديدة، دول بقى هنشتغلهم 7 أزواج مع بعض عدلين بالتبادل مع بعض. اللي اشتغل دي كده اسلتها زي ما عرفت الطريقة، اخد دي واخد دي وارجعها ورا اللي اشتغلتها، واشتغل دي عدلة، قرر اسلت دي، اشتغل دي عدلة، اخد دي تاني برجع دي ورا واشتغل دي، يبقى خلص 7 أزواج كده بالطريقة دي. وبعدين في آخر السطر اشتغل بعد عدلة لوحدها، واحدة دي اشتغل دي عدلة لوحدها، و
واحدة مقلوبة وبعدين واحدة عدلة وبعدين أربعة مقلوبين، ودول 7 أزواج. دول أدي أهو عملنا أدي دول كده هشتغلهم عدل بالتبادل بقى مع قلبهم، وزي ما قلت هنتهي السطر بواحدة مقلوبة واحدة عدلة وأربعة مقلوبين، وبيكون ده السطر 15. هنشوف بعد كده السطر 16 في ظهر الشهر. ده نهاية السطر 15 يا جماعة. خلصت 7 أزواج بالطريقة دي، وبعد كده هعمل دي واحدة مقلوبة فقلت دي، واحدة مقلوبة اهو، واحدة عدلة، الأربعة الأخرانيين مقلوبين. بعد كده هنشوف الستاشر، هنشتغل الستاشر مع بعض. ستاشر اهو، هنشتغل 4 قلين في الأول 4 قلين في الآخر، ونبتدي نشوف هنشتغل ازاي. ده اللي هو الستاشر، هنشوف مع بعض. نبتدي الستاشر بقى، هنعدل نور الشغل. 3 قلين هم في الأول، بعد كده اشتغل واحدة مقلوبة، المفروض دي واحدة مقلوبة ومعاها لفة، المفروض في لفة عليها، واحدة مقلوبة بلفة، بصوا يا جماعة هي دي مقلوبة، أنا هعمل اللفة واخدها سلتها كده، واحدة مقلوبة مقلوبة بلفة عدل بعدين واحدة عدل كده، واحدة عدل بعدين واحدة مقلوبة، واحدة مقلوبة وبعدين اشتغل اخلي اسلك دي، اسلك دي من غير شغل. انا احاول اخلي العدل هي اللي بره برضو، اسلك دي ايوه، انا عايزه اشتغل الاخرانيه هي اللي عدله، احنا عايزين العدله اللي بره. نعمل ايه لو اشتغلنا دي كده سلقتنا دي، هنشتغل دي مقلوبة بشتغلها معاكو. لا كده المقلوبة هي اللي هتبقى، لا غلط، احنا عايزين دي هي اللي عدلة. هناخد كده هنسلك دي، نشتغل اللي بعدها هي عدلة، وناخد دي بس يا جماعة. ايوه اشتغل دي بعد كده مقلوبة، يعني كده اشتغلنا يعني العدلة هنخليها برا، نزود عدد العدلين برا واللي جوه تبقى مقلوبة. وبعد كده هشتغل 4 أزواج دول مقلوبين كده بالتبادل كده كده زي ما احنا عارفين، دول 4 أزواج مقلوبين هشتغلكم كده. وبعدين في الآخر بعد ما اخلص 4 أزواج مقلوبين بالطريقة دي، هشتغل الزوج الأخير أخلي المقلوبة لجوه وواحدة عدلة لبره، وبعدين أشتغل 4 عدلين في الآخر. خلاص يا جماعة ده السطر 16. نشتغل مع بعض يا جماعة السطر 17. لو عايزين أعمل ترجمة الباترون دلوقتي كده من الكتابة، يا ريتني نزلتهولكوا سطر بسطر. 4 مقلوب وبعدين 1 عدل بلفة، 1 مقلوب بلفة، 1 عدل، 1 مقلوب، 5 أزواج عدلين من الغرز بالتبادل مع بعض، 1 مقلوب، 1 عدل، 1 مقلوب بلفة، 1 عدل بلفة، 4 مقلوبين. انا همشي سطر 17، انا مترجمة الباترون كده، او تحطوه الرسمة بتاعتكم زي اللي انا حطاها في الاول ويبقى قصادكم. يبقى هنشتغل 4 مقلوبين في الاول، 4 مقلوبين، هي الغرزة دي عايزة الباترون قصادكم، 4 مقلوبين، وزي ما قلت لكم 1 عدل بلفة اهي، ناخدها كده 1 عدل بلفة،
انا اشتغلت غلط، عملت لفة خيط المفروض ما اعملش، وعيد بلفة دول اخدهم كده، وبعدين واحد مقلوب بلفة اللي هو كده هسلتها كده، وبعدين واحد عدل، وبعدين 5 أزواج دول لهم 1 2 3 4 5، اخدهم اللين بتبادلهم مع بعض، وبعدين واحدة مقلوبة في الآخر، وواحدة عدلة، واحدة مقلوبة بلفة، واحدة عدل بلفة، وين 4 مقلوبين. خلاص يا جماعة، نشتغلهم قصادكم. السطر ده هنشتغل، احنا هنشتغل دول المقلوبين 5 أزواج دول هشتغلهم عدلين تبادل مع بعض، ووريكم الاخرين. بعد ما خلصت ال5 مقلوبين، 5 عدلين أزواج، 5 أزواج عدلين دول، في الآخر هشتغل واحدة مقلوبة، هشتغل واحدة مقلوبة وواحدة عدلة، وبعدين واحدة مقلوبة معاها لفة، هطلع اللفة كده وصلت دي كده يعني، وبعدين اشتغل دي عدلين العدة باللفة، وبعدين 4 مقلوبين. ده نهاية السطر 17 يا جماعة من وش الشغل. يبقى الشكل اهو، وصلنا المرحلة دي في الشغل، لسه بقى 18 19. بقى يا جماعة السطر 18 من الظهر، هنبدأه ب4 عدلين اهو، بعد ال4 عدلين نعمل واحد مقلوب سلته بلفة، وبعدين 2 دول مع بعض، وبعدين واحد تاني مقلوب مع لفة، وبعدين واحد عدل، واحد مقلوب، هنخلي واحدة عدلة برا وواحدة مقلوبة لجوه. يعني ايه؟ واحدة عدلة لبرا، واحدة مقلوبة لجوه، نسند دي كده، نشتغل دي خلي العدلة بره الخارج، اشتغل دي مقلوبة. خلاص يا جماعة، وبعدين 2 مقلوبين الزوجين اللي جايين دول هنشتغلهم بالمقلوب كده، اللي بعدهم برضو كده، واشتغلنا زوجين كده الطريقة دي. بعد كده واحدة مقلوبة لجوه، بعدين العدلة اللي بره، اشتغل دي عدلة، نزل الخيط كده، اشتغل دي عدلة، خد المقلوبة دي لبره، العدلة ادخلها جوه، واشتغل المقلوبة كده. انا غلطت يا جماعة، معلش، بالعكس، خلي المقلوبة هي اللي جوه، المقلوبة يعني اول واحدة هي اللي اشتغلها، هاخدها كده، وبعدين التانية هشتغلها عدل. بعد ما اشتغلنا يا جماعة الغرفة المقلوبة داخل وعدلة في الخارج، هنشتغل واحدة مقلوبة، دي المقلوبة اللي جاية دي،
معلوم. دول بقى الغرز دي زي اللي هما على الاطراف دي بس بالعكس كده. هنشتغل واحدة مقلوبة اهي، وبعدين اللي جاي بعدها عمل يعمل، وبعدين نسلك دي مقلوبة مع اللفة كده، وهنشتغل دي اللي هي العدلة مع لفة، نشتغلها عدل، بعدين نسلك دي المقلوبة دي باللفة عادي، دي غرز بقى بريوش عادي، ونكمل الغرز الأخرانيين عدلين. خلاص أربعة حلوين زي في الأول، أربعة حلوين. خلاص يا جماعة ده السطر 18، نيجي بقى للسطر 19 من على وش الشغل. هنشتغل أربعة المقلوبين وأربعة المقلوبين دول، خلاص خلصانين منهم، ونشتغل إيه العدلة باللفة دي، هنشتغلها غرز بريوش من هنا ومن هنا، وهيتبقى لنا بس في النص هيكون دلوقتي في السطر التاسع هيكون 3 أزواج قادلين مع بعض، 3 أزواج قادلين بالتبادل مع بعض. هنشتغل الأربعة المقلوبين اهم في الأول، البطرون بقى بدأ خلاص يعني يتحفظ سطر ورا سطر كده بيبقى سهل اهم. بنشتغل العدلة باللفة يا جماعة، أربعة عدلة باللفة بنشتغلها عدل اهي، العدلة مع اللفة كده اهو، والمقلوبة نسلتها اهي، نرجع نشتغل العدلة باللفة عدل، المقلوبة بقى نسلتها ومعها لفة، خلاص مقلوبة ومعها اللفة، وبعدين واحدة عدل دي هنشتغلها عدل اهو، بعدين 3 أزواج اللي جايين دول، ادي 1 2 3 هنشتغلهم عدلين بالتبادل مع بعض. خلاص يا جماعة يبقى احنا اشتغلنا في السطر 19. نرجع تاني 4 مقلوبين، 2 3 4، وبعدين 1 عدل بلفة عدل، 1 مقلوب مع اللفة، 1 عدل تاني مع اللفة، 1 مقلوب مع اللفة. أنا حاسة إن في غلط لسه، دي مقلوبة مخدتش معاها لفة، دي احنا اختصرنا كده في غلط لسه، البطرون لسه دي كده مقلوبة وعدل هشوف تاني البطرون يا جماعة، بس راجع معاكم 1 2 3 تلاتة قلين، 1 2 3 يا جماعة ده السطر 19، راجع معاكم تاني 19 19، رجع البطرون تاني اللي هو 4 مقلوبين، 1 عدل، 4 مقلوبين، 1 عدل مقلوب بلفة، مقلوبة مع لفة، 1 عدل، 1 مقلوبة تاني مع لفة، 1 عدل بس من غير لفات، 1 مقلوبة بس من غير لفات. خلاص بعد كده نشتغل 3 أزواج من الغرز قادلين بالطريقة اللي احنا عارفينها دي، خلاص بالطريقة دي خلاص يا جماعة. يبقى هنشتغل 3 أزواج بالطريقة دي.
باخد دي برضو. وادي الزوج الاخير، واشتغل زي ما اشتغلت الستة غرز اللي هنا دول، هو برضو بعد كده. وفي الاخر 4 المقلوبين زي اللي في الاول، يعني اكرر تاني البطرون اللي بدأته بس بالعكس، يعني بكرره في الاخر، بكرره في الاخر. يعني ايه؟ يعني هعمل ابدأ واحدة مقلوبة زي كان هنا قبلهم، كان في واحدة مقلوبة، واحدة مقلوبة، وبعدين واحدة عدلة، وبعدين المقلوبة دي بلفة، ولا دول هشتغلهم عدلين، مقلوبة بلفة دي العدلة، ودول 4 مقلوبين في الآخر. ده السطر 19، خلاص خلص، دول 4 المقلوبين. سطر 19 نبدأ مع بعض كده، 19 خلص، نبدأ مع بعض السطر 20. وصلنا بقى يا جماعة للسطر 20. السطر 20 هنشتغل اهو، ملادلين 4 ملادلين، ده ظهر الشغل، خدوا بالكم. بعد كده اللي دي مقلوبة بلفة، مقلوبة ومعها لفة، وعند ولادلين، بعدين تاني مقلوبة دي بلفة، ودول عدلين، خلاص مقلوبة بلفة تاني، وبعدين واحد عدل، دي عدل، بعدين دي مقلوبة، اللي بعدها مقلوبة. خلي بالكم ان احنا اشتغلنا 4 عدلين، واحدة مقلوبة ومعها لفة، واحدة عدلة مقلوبة بلفة، عدل مقلوب بلفة، وبعدين واحدة عدلة واحدة مقلوبة. نيجي نعمل، هنشتغل بحيث الطرف هتكون واحدة عدلة، واللي جوه هتبقى مقلوبة. الاتنين دول هنشتغلهم بطريقة ان العدلة هتكون برة والمقلوبة اللي جوه، يعني الأخيرة هتبقى مقلوبة. يعني الأولى نعملها عدلة، انا هشوف كده، انا برضو بتلخبط فيهم. الأولى ناخدها من غير شغل كده كأنها عدل، وبعدين اشتغل تانية، يعني الأخيرة هي اللي هتبقى، الأخيرة هي اللي هتبقى هنشوف كده على الطرف، هي اللي عدلة يعني اهو كده، على الطرف هي اللي مقلوبة. وناخدها، بصوا يا جماعة عايزين برضو بالعكس، يعني عايزين اللي جوه هي اللي عدلة، ناخد دي كده نشتغل ليه عدل، نخلي الخيط لتحت، نبدل دي ونشتغل اللي جوه هي اللي مقلوبة. شفتوا يا جماعة؟ معلش في الخبطة شوية، يعني عايزين نطلع العدل هي اللي بره والمقلوبة اللي جوه. بعد كده نشتغل هنشتغل التانية بقى بالعكس، التانية بالعكس. انا رجلك تاني في البطرون التانية، يعني احنا مظبوط
عايزين اللي هنا يبقى دي اللي مقلوبة جنبها والتانية عدلة اللي بره عدلة. ناخد دي كده كده مظبوط، يعني خلينا الاتنين مقلوبين جوه واتنين عدلين على الأطراف. شفتوا عملناهم ازاي الاتنين دول يا جماعة؟ هو البطرون يعني مفهوش الا الحتة دي هي اللي فيها مشكلة شوية. عايز اتصور خلي العدلة بره، احنا اشتغلنا الزوج من الغرز دول بحيث عايزين نخلي العدلين بره والمقلوبين في النص، اتنين مقلوبين في النص. احنا كده عملنا مظبوط. خلاص بعد كده بنشتغل زي بالعكس زي ما انتهينا هنا، هنشتغل واحدة مقلوبة الحمد لله، هنشتغل واحدة مقلوبة واحدة عدلة. نكمل دي كده غرزة البريوش عادي وبلف عدل. مقلوبة بلفة برضه دي، وبعدين أربعة عدلين في الآخر. خلي الخيط فوق كده أربعة عدلين، ده السطر. وصلنا للسطر ده ايه؟ ده السطر ال20. نكمل ال21 من وش الشغل. نشتغل بقى السطر ال21 من على وش الشغل. هنشتغله ازاي؟ بدأ يبقى سهل خلاص. هنشتغل اربعة المقلوبين دول واربعة مقلوبين اهم، ودول عادي زي ما انا شايفة العدلة اخدها مع اللفة عدل، والمقلوبة اخدها معاها بلفة. دول كام واحدة؟ دول 1 2 3 4 5 6، ستة ست غرز اهم. 1 2 3 4 5 6، وبعدين واحدة عدلة واحدة مقلوبة بس لوحدهم. ومن الناحية دي كده برضو واحدة عدلة واحدة مقلوبة اهي، دي واحدة عدلة واحدة مقلوبة هنا. والزوج اللي في النص هشتغلهم عاملين بالتبادل مع بعض، زوج واحد في النص. يبقى هنشتغل اهو أربعة المقلوبين ودول هاخدهم عادي اهي. دي بقى مقلوبة دلوقتي، هاخدها بلفة برضو، هاخدها بلفة. وبعدين واحدة عدلة، دي عدلة، وعندي مقلوبة عند الزوج اللي في النص. هدول هاخدهم عدلين بالتبادل مع بعض. اني اخد دي كده الطريقة اللي هي معتادة اتعلمناها، وبعدين واحدة مقلوبة حواليها برضو المقلوبة واحدة عدلة، وبعدين الغرز البريوش اللي هنا دي اللي هي مقلوبة مسلوطة، مقلوبة دي أسلتها ومعها اللفة. ودول كده بقيت الورز هم عادي، وبعد الأربعة مقلوبين في الآخر. ده السطر 21. نشوف بعد كده 22. جينا ال 22 يا جماعة اهو، هنشتغل برضو دول
عدلين ده سهل بقى خلاص. نشتغل على هي كرة البروج حسب ما نلاقيها، وفي النص الزوج اللي في الأوسط الطرف المعين يعني من فوق هيبقى 2 مقلوبين بالتبادل مع بعض، وحوالين كل واحد عدل. هنشتغل الورص دي اللي هي اللي على الأطراف اهي، دي مقلوبة يعني ده الملف اهي، ناخدها زي ما بنشوفها اهي، مفيش حاجة. البطرون خلاص بقى سهل، نيجي عند دي مقلوبة وعدل، هناخد واحدة مقلوبة عادي، ودي هناخدها عدل. الاتنين اللي في النص المقلوبين دول هشتغلهم 2 بالتبادل مع بعض مقلوبين اهو، وهي وارجع زي ما كنت بالعكس، يعني اشتغل دي عدلة ودي مقلوبة ودول ورد زي ما انا شايفها اهي. بس الأربعة الأخرين عليه ده، بعد كده هنكمل نشوف السطر اللي بعد كده. تعال بقى 23 يا جماعة، خلاص يعني بقت خلاص قربنا ننتهي. زي هم 4 أسطر زي اللي كانوا في البداية، هناخد دول 4 مقلوبين بس، دي ناخدها كده 8 غرز بقى اللي هما دول بالغرزة البريش العادية اهي. المفروض 4 مقلوبين، 1 2 3 4، طبعا دول 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، واتنين اللي في النص دول هنشتغلهم 2 قادرين المفروض، يعني دول 4 احنا مقلوبين، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، دول اشتغلنا دي كده. نشتغل دول بقى قلين، ادي واحدة والتانية، نشتغل دول عادي وهم ادي بلفة مقلوب مع لفة العدل، هناخدهم قلين. نكمل السطر بقى خلاص زي ما بدأناه، 8 دول وآخر 4 غرز مقلوبين. ده السطر 23، هنيجي ل24 وال25 خلاص مفيش حاجة، هو برضو كده، بس هنيجي الاتنين في النص هنشتغلهم قلين. نكمل السطر 24 من ظهر الشغل، هنشتغل دول قلين. دول يا جماعة ال4 أسطر زي اللي بدأنا بيهم في الأول، المعين كده خلص، 2 3 4، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، في النص مقلبين، ودول
اشتغلهم زي ما انا شايفة كده. السطر اللي قبل الأخير خلاص. الأخرين عدلين، أربعة عدلين، برزت فيها غلط، اللفة دي واخدة غلط، هم أربعة عدلين هم، مغير لفات ولا حاجة. ال24 هنيجي بقى لل25 برضه، ده آخر سطر خلاص. هشتغلوا برضه البريوش اللي هنا زي ما انا شايفاهم، التمانية والاتنين اللي في النص يبقوا عادلين. ده ال25 اهو يا جماعة هنشتغله. 25 بقى يا جماعة هو برضه أربعة مقلوبين وأربعة مقلوبين، وتمانية من هنا وتمانية من هنا، برز البريوش واتنين في النص هشتغلهم عادلين، مفيش حاجة خلاص. هنشتغل اهو، يبقى ده السطر الاخير في العرضة زي الاربع اسطر الاخيرة، قلنا زي الايه دي فيها غلط، المفروض فيها لفة دي يكونوا هنا، هاخدهم كده. تمانية المفروض بريوشت، أربعة هنا مقلوبين ودول تمانية، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، دي التامنة ودول قليلين. دول تمانية بعد كده برضه بالبريوش، وأربعة مقلوبين في الآخر. وبيكون كده ده السطر 25 وخرسة غرزة المعاناة الكبيرة دي أو الماس. دي طريقتها يا جماعة، يا رب تكون هي. السطور طبعا طويلة، أنا حبيت أشتغلها لكم بالتفصيل، لكن لو البطرون تقصدكوا هتمشوا عليه هو سهل طبعا، يعني هو الرموز اللي فيه سهلة، هو يعني الغرزة العدلة بس عاملها فاضي، مربع فاضي، والغرزة العدلة فاضي ومعاها الشرطة اللي هي عادي غرزة عدلة ومعاها لفة، والغرزة المقلوبة عاملة على هيئة اكس، وال يعني الغرزة المقلوبة انا اوريكم الغرزة مكان الغرزة العدلة كده، يعني هنا عامل مربع، يعني هنا كأن غرزة عدلة، واللي جنبها الاكس دي اللي هي المقلوبة، ولو فاضي كده زي دي عدل، وفي اللي هي اكس كده وجنبها شرطة مايلة، يعني لا غرزة مقلوبة بنسلتها ومعاها لفة، هعملها لكم العلامات اللي في البطرون، العلامات اللي في البطرون يا جماعة هي علامات بسيطة، يعني علامات بسيطة زي ما احنا قلنا الاكس كده اكس بس، وفي اكس ومع شرطة، وفي شرطة بس، وفي فاضية خالص خلاص، يعني اكس بس اللي هي مقلوبة، ودي مقلوبة مسلوطة ومعها لفة، وكده مثلا شرطة مايلة، يعني دي علامة اللفة مثلا ومعاها فاضي، يبقى دي غرزة عدلة ومعاها لفة، وكان عامل مستطيلات كده فيها فاضي،
اللي هما الاثنين اللي هما عادلين بالتبادل مع بعض. فالبطرون يعتبر سهل. يا رب يكون الغرزة مفهومة. وده هو شكل المعين او الماس يعني. كده عملنا 25 سطر مع بعض. ونتقابل بعد كده في فيديو جديد ان شاء الله قريب جدا. مع السلامة.